حبيبتي يا ريت النهارده بقى تعملي لي مكرونه فرن، بس يا ريت وانت بتعملي المكرونه الفرن دي تخلي البشاميل يبقى جامد ما يبقاش سايس كده. ها عادل لو سمحت ما تتدخلش في اسلوبي لعمل المكرونه البشاميل كبشاميل يعني. لا انا ايه ده ايه ده ايه ده انت قلبتيني النهارده وانا نايم ولا ايه؟ على فكره بقى اسلوب الخنصره والضرب ده مش من اساليبي المفضله في تنفيذ جيوبك. بقول لك ايه ما تلوعينيش، انا كان في جيبي شويه الفلوس دول وكان معايا 10 جنيه وخمسه وخمسه. على فكره بقى الكلام ده خطير جدا ويحمل في طياته اتهام غير مباشر. لا انت فاهمه غلط، ده اتهام مباشر يا ماما مش اتهام غير مباشر. 5 جنيه لعلمك اللي ضاعت مني انا حافظ ارقامها. يعني ايه؟ يعني ممكن اطلبها دلوقتي ترن في جيبك. مش فاهمه يعني هي 5 جنيه معدنيه ولا ايه؟ اه عادي جدا مش عملوا بجنيه معدن اهو اتفضلي ده جنيه ده جنيه يا عيني يا جنيه ممكن يعملوا 5 جنيه عادي جدا. طب مثلا طب ما يمكن تكون صرفتها وانت ناسي او يمكن تكون صرفتها في الخير ومش عايز تقول عشان ثوابك ما يروحش. يا سلام يعني اعمل خير عشان ثواب واضيع الخير ده عشان اتهم حد بالسرقه؟ ما هو كده ثوابها يضيع يا ماما. يا حبيبي المثل الفارسي بيقول ان سرقت اسرق جمل وان عشقت عشق قمر. ما تثبتنيش انا عارف ان انا قمر عادي يعني بس قمر من النوع اللي ما بيتسرقش. على فكره بقى الواضح ان فقدانك الخمسه جنيه ده افقدك توازنك وخلاك تنسى الفرق ما بين صديقك وعدوك زوجتك وبقيه افراد اسرتك. قصدك ايه؟ لما انا بعوز حاجه مش انت بتجيبها لي؟ اه. اذا ما هو الدافع للسرقه؟ صراحه يعني مفيش دافع. خلاص شوف بقى مين اللي عنده الدوافع. انا عارف انت بتلمحي لمين بس ما اقدرش اوجههم يعني عشان ممكن اتاذي. عادل يا حبيبي اذا اردت الحقيقه فلتتحمل نيران الحريقه. لا ما دام هتوصل لنيران وحقيقه وكده لا 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 بلاش خالص. انا متهيألي يعني الخمسة جنيه مش مبلغ ضخم الواحد يزعل عليه. الله دي تاني 5 جنيه تنقص النهارده وبعدين بقى الفلوس دي بتروح فين؟ دولة 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 هات جنيه افطر بيه كشري دولة بسرعة. يا لما انت فطرت مرتين قبل كده هتفطر كشري 3 مرات؟ ايوه دولة انا جعانة دولة هات جنيه بقى بسرعة دولة. وبعدين كشري ايه اللي بجنيه مش علبة الكشري بجنيه ونص؟ هي دولة لا ما انا بديله العلبة البلاستيك من عندي وكشري عليه بسرعة. يعني بتديله الفارغ؟ لا 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 بلاش كلام فارغ انا مش هديك حاجة. هي دولة اخر جنيه هطلبه منك النهاردة يا دولة اخر جنيه بسرعة. ولا انت شكلك مش طبيعي النهاردة ليه؟ هات جنيه دولة وابقى طبيعي بسرعة. طيب انا هجيب اكل لنفسي يا رمزي ممكن تاكل معايا. لا انا عايز جنيه دول عايز بسرعه. لا لا انت هتضربني برقبه التمثال ولا ايه؟ خد ادي الجنيه اهو. الله الواد ده ماله؟ ايه اللي جراله؟ ايه غير له حاله؟ صعب عليا اسهر ليالي. لا انا لازم اتاكد الواد ده بيروح فين وكده بالتنكر ده عشان هو غبي اكيد مش هيعرفني. ولا جهاز أربعة وقتك خلص تايمز أوفر. ربع ساعة بس يا معلم. مدبولي مدبولي هارد ما يعرفش أبوه. هتطلع الفلوس هنعنشك. ما معكش فلوس هكروشك. قوم ياه. هجيب لك الفلوس بالليل. أنا بطلت شغل الليل. قوم يلا روح ياه. أنا كده مش هجيلك تاني. عنك ما جيت. سلام يا بيبو ازيكم يا رجالة؟ معلم مدبولي عايز إيه يا زفت؟ أدي الجنيه أهو يا عم أروح ألعب بقى؟ حبيبي يا رمزي بس انت شكلك خاسس كده يا معلم هارد يعني. ايوه نازل 4 جيجا في يومين. خش يا رمزي احسن جهاز عندي نمره 4. شكرا يا معلم. شكرا. مدبولي هارد يتمنى لك جيما ممتعا والعابا مسليه. تيت ايه اللي اخرك كده يا رمزي؟ كنا نبدا من غيرك. لا يا عم ده انا عقبال ما سلكت الجنيه. يلا بقى نبتدي. ها اوعى تموتني. ها انا وانت نتحالف ضد مودي علشان هو اتحالف هو وميدو ضدنا امبارح. مودي معانا النهارده بس هو مش قايل لميدو. يا راجل طب بقى نسلف لبعض بقى ارواح وصحه وذخيره. السلام عليكم. اهلا اهلا باشا. وانتوا عندكم ايه؟ كله موجود وحسب المود. يعني انا قصدي قديم يعني انا من وقت الاتاري. اتاري شكلك بالداري. امورني يا باشا. كله موجود حركات ايميلات منتديات سيديهات كله. فانيلات شرابات عندكم سندوتشات؟ عندنا مشروبات. حد قالات؟ انت كده هتدخلني في متاهات. انا هقعد بنفسي على الجهازات. طبعا الكبير كبير. خش يا باشا على جهاز 6 هيوديك في اي حته. دي الحلاوه دي عامل لي فيها شعر الكتروني. جهاز 6 يوديك اي حته. طب ازاي وفين وامتى؟ باشا
خش يا باشا على الجهاز بس برجلك اليمين. اه عشان ما يكونش فيه حريم قاعدين على الشات بغيار ولا حاجه. ما تضربش عليا نار يا ميدو، ما هضربك بالمسدس الليزر. انت اللي بدات الاول يا رمزي. انا بنزف، حد يحدف لي الاسعافات الاولانيه. سيبوه، ما حدش يحدف له اسعافات، خليه يموت. انا بموت، ارحمني يا ميدو. طب هديك كل ثروتي بس سيبني اعيش. ثروتك يا معفن، انت حته غير شبشب بصباع. لا سيبني اعيش. لا سيبني اعيش. لا سيبك. جيم اوفرت. لا انا موت بقى، انا لازم اخد بطاري من كل اللي موتوني قبل كده. معلم مدبولي، عايز ايه يا زفت؟ انا محتاج محاوله بعد اذنك لو سمحت. معاك فلوس ياض؟ لا انت خدت كل فلوسي يا عم، وبعدين انت ما كنتش بتعاملني كده خالص يا عم، كنت بتلعبني ببلاش. كنت بجر رجلك يا عبيط. ايه جر رجلك؟ ما هي رجلة اهي معايا. ياض ما اقصدش يعني بجيب رجلك. بقول لك يا رمزي، صاحب الكيف يجيب له معلقه. طب بص يا معلم، خد النضاره وخليني العب شويه. شمس دي؟ لا بس ممكن تنفع نظر. لا ما ينفع. بقول لك ايه، معكش ساعات ولاعات حمالات من بتاعتك دي؟ اي حاجه اي حاجه. طيب بص، انا عندي فكره حلوه قوي، انا هسرق لك ساعه الحائط اللي في بيت دولا ابن عمي. ماشي ماشي، بس تسرق الحائط نفسه بدل ما تسرق الساعه اللي عليه. خليك في حالك يا كوتش والنبي، مش طايق الكوتش. ايه ده، تعال هنا يلا. تعال يا ده رمزي هنا. ايه ده، انت مين انت بقى؟ بص خليك في حالك يا عم، عشان انا روحي في مناخيري اهو. ما دام روحك في مناخيرك اهو، اعطس عشان تطلع ونخلص اهو يا سيدي. لا ما خدتش بالي برضو، مش عارفني. طيب دولا حبيبي. دولا انت ايه اللي جابك هنا؟ دولا ايه اللي جابك هنا يا عم؟ هتضيع زي دولا وهتبيع بازارك وهتطلع ياسمين بنتك. امشي من هنا. هتطلع ياسمين ويتم رانيا يعني ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. رمزي إيه تعالى معايا يلا. انت جاي تخطف الزباين مني ولا ايه وتقطع عيشي؟ ما انت حرام عليك يعني، ما يصحش كده، مش معقوله يعني. كم من الناس المدمنين اللي عندك دول كلهم، حتى الاطفال ما سبتهمش، وبتعتمد على براءه الاطفال وعلى غباء الكبار. والله انا ما ضربتش حد على ايده. دول هات جنيه. تعالى معايا رمزي، هلعبك في البيت عندي، عند نجلاء. لا انا عايز العب نوان بقى، انا عايز اعود ادول. انا مت اربع مرات النهارده يا عم. ما كفايه عليك اربع مرات موت، انت حبيت حكايه الموت كل شويه عايز تموت. يلا يا رمزي تعالى يا ابني تعالى. نجلاء عندها كمبيوتر كبير وجديد ومليان حاجات، تعالى يلا. طيب ماشي. نجلاء عندها فيفا 16/3/2008، ده عيد ميلاد الفيفا يعني. عندها يا سيدي، واخليك تقعد بقى تلعب لوحدك كده اهو، وتقعد تشم جزم اللعيبه كمان. بجد يا دولا؟ بجد. يلا بينا. اجي معاك يا رمزي. بس يا زفت. يا عادل حرام عليك بقى يا عادل، هتفضل حبسه كده يا اخي؟ اديله جيم واحد بس على الاقل. اديله جيم واحد ليه يعني؟ هيفيده بايه؟ العبه حاجه بسيطه يعني عشان يبطل الادمان بتاعه. ايه رايك مثلا العبه سوليتير؟ ايوه عشان تهديه. هو عم رمزي ماله يا بابا؟ عم رمزي يا حبيبتي بقى مدمن يعني، هو عيان دلوقتي لانه هو قعد يلعب كتير جدا على الكمبيوتر، لازم تاخدي بالك. ازاي يعني؟ طب ما انا هو بقعد على الكمبيوتر كتير قوي وما حصليش حاجه. لا يا حبيبتي، انت ما زلتي دلوقتي في مرحله التعاطي، ان شاء الله هتخشي على الادمان ومش هنعرف ننقذك. يا دولا ارجوك يا دولا، انا صوابعي بتاكلني يا دولا وعينيا طلعت من راسي. يا ماما انا مش قادره اشوف المنظر ده خالص، انا كل جسمي مقشعراتي. بقى رمزي العاقل الراسي اللي لا بيشرب لا شاي ولا سجاره يحصل له كده؟ لا ده الواحد يخاف على عياله. ايه يا ماما، انت محسساني ان هو كان الطالب المثالي، هو كان زفت بقى زفتين. يا جماعه وسعولي بقى. لحظه، ده راجل مريض نفسيا، وده موجود في علم النفس وليه كتب ومكتوب عنه حاجات وليه ادويه وليه علاج. انا بقى هعالجه، والعلاج هيجي بالتدريج. علاج رمزي عندنا يا جماعه، انا هعالجه بالاعشاب. طب ما يمكن عنده احساس بالفراغ والفشل فحب يزود انتصاراته في مكان اخر. انتصارات ايه بس اللي انت بتقولي عليها؟ ولا انتصارات ولا حاجه، ده كان بيتغلب وبيتقطع من الواد الصغير قد كده اسمه ميدو. ومع ذلك يا ستي زي ما قلت لكم، انا اللي هعالجه. دولا كنت على ما حبيبي بنت دولا.
يا ابني يا ابني يا ابني دي دي ما دي لازم لها كمبيوتر نحطها فيه، ما ينفعش انت تستعملها لوحدها كده. اي حاجه دوله، اي حاجه انا دماغها تتفرتك دوله. خلاص خلاص انا جبت لك الجهاز اهو، ونبتدي بقى مراحل العلاج واحده واحده كده مع بعضينا. طب ماشي يا دوله، حط الفيشه، حط الفيشه بقى بسرعه. ولا ما تلحسهاش، يلا يخرب بيتك. ولا ولا يا دوله بسرعه بقى، بسرعه دوله بقى. اول حاجه بقى ابتدي لك العلاج ده على 3 مراحل. ازاي يا دوله يعني؟ يعني المرحلة الأولانية الجهاز كله على بعضه، يعني عندك الشاشة وعندك الكيسة وعندك الماوس والكيبورد. ماشي يا دولة، بس ستارتر مان. الستارتر ده أساسا بتاع اللمبة النيون يا غبي. ماشي ماشي. تاني مرحلة بقى افهم. تاني مرحلة هشيل لك الماوس يا معلم، هيبقى من غير ماوس. ماشي يا دولة، أنا عايز درعايات، أصلا الماوس ده بيزفلت من إيدي يا دولة. ياد أنت بتلعب بصابونة ياد. تالت حاجة بقى يا سيدي هشيل لك الشاشة وتلعب بالكيبورد من غير شاشة. أيوة دولة، بس أنا كده بقى مش هشوفهم هما بيموتوني وأنا بنزف. ما ساعتها بقى هيكون أعراض المرض ابتدت تطلع من جسمك، يلا هتبتدي تحس إنك أنت عرقان وإنك أنت متوتر وبترتعش وكأنك متلك، فهجيب لك أنا بقى بطانية وأم كلفتك في البطانية دي جامد جدا تعرق فيها بقى براحتك، واخد بالك تصحى الصبح تبقى زي الفل إن شاء الله. ماشي يا دولة ماشي، بس بسرعة بقى يا دولة بقى، لأن ابتدي بقى دلوقتي المرحلة الأولانية. الأولانية؟ أمال يالا بتلعبها إزاي يالا؟ حاضر يا رمز، حاضر يا ابني. حط الفيشة، حط الفيشة بسرعة، حط الفيشة. قلتلك حاضر. يا رب يا رب يا رب، كان مكتوب لنا في أنهي سايبر يا رب. يا رب استرها من فضلك، يا رب معايا استرها. أنا خايفة على أنكر رمزي أوي أوي أوي. أنا مش خايفة غير من فاتي عادل، هيضيع الواد. عادل عادل في امل يا عادل؟ ها في امل؟ طمنا عادل. ان شاء الله ان شاء الله خير. لو فات 24 ساعه من غير ما يحتاج يقعد على الكمبيوتر يبقى عدينا مرحله الخطر. خلاص ما يخرجش من البيت. هل كتبت له في روشته ما يخرجش من البيت 3 مرات بعد الاكل؟ يا عادل انت متاكد ان اللي انت بتعمله دهون سليم ومش علمي؟ لا 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 لا، علمي تماما، بس انا بقى هشغل معاه الادبي، هفرجه على الادب بقى يا هانم، عشان الحيوان ده ما يفكرش بعد كده يمد ايده ويسرقني ابدا. يا عادل الفلوس تتعوض، لكن رمزي، رمزي اللي شايله. شايلني وهبدني على الارض يا ماما. هو ممكن انكر رمزي يرجع زي زمان؟ يا ريت ما يرجعش زي زمان، يا ريت. رانيا انت جاهزه؟ البلطو جاهز؟ يلا بينا يلا بينا، وانتوا خشوا ناموا، ما تقلقوش على رمزي خالص، ما تقلقوش. هاتي. سبايدر باد اهي معايا، تعالى. علشان انا تتت عشاني يعني التيه قبل غبي، وتعالى يا ربزي تعالى البس بدله سبايدر باد، وفي سايبر كبير كل اجهزته عشانك يا ربزي. يعني انا هروح السايبر وعماد بيقول لي مش هيضربني؟ كلنا بنحبك، تعالى يا عريس تعالى البس. انت جالك الفيروس في رجلك يا ربزي، تعالى البس يا عريس وتروح السايبر وتغلب بودي وتغلب بيدو وتغلبهم كلهم يا عريس. ربع ايدك عشان تبقى مؤدب، تعالى يا ربزي. لا لا عمد بولي، عمد بولي يا غبي ما تبولي، امشي تعالى. عم تقول ايه؟ ناب يا ربزي، ناب يا ابني. رانيا
حضري لي بقى انت الفطار على ما اروح اطمن على رمزي. بس انا خايفه منه قوي يا عادل. ما تخافيش يا حبيبتي، انا ربطت ربطه بتاعت فريد شوقي لما كان بيقول يا عدوي، ده بقى قال يا عدوي وما قالش عدوي مش هيعرف يفك الربطه يا ماما. رمزي ولا ايه ده؟ الواد رجع لاصله بقى جزمه تاني. وانا اللي قلت خلاص ابتدينا نعالجوها، ابتدى يخف وهيرجع تاني زي ما كان غبي. بس ايه اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ ده رمزي هرب، رمزي هرب يا عادل. بس هجيبه، يعني هجيبه. يا نهار ابيض، يكون عامل حاجه في ياسمين. ايه؟ ياسمين او سناء؟ لا سناء مش اشكال، مش اشكال. يا مامي يا ياسمين يا نجلايا كلكم. ايه 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 بقى؟ رمزي هرب. هرب يا لهول المفاجآتي، يا لهول المفاجآتي، يكون سرق الكشمجية بتاعتي اللي فيها الصيغة النادراتي بتاعت قناني. ايه مفاجآتي وشكمجيتي يا حماتي؟ شكمجيتي ده هو حلق واحد اللي عندك وفردته ضايعة. عادل لحسن يمشي ماشي بطال. هيمشي ماشي بطال هيعمل ايه يعني يا ماما؟ هيروح يرقص في شارع الهرم؟ ده ما يعرفش يروحه اصلا. مسكين يا رمزي، زمانه قاعد بيشحت على باب اي سايبر دلوقتي. انا بحب انكل رمزي قوي اكتر من القطر اللي على الباب بتاعي. الله عليك يا ياسمين، شفتوا التشبيه؟ يعني ايه بتحبه اكتر من القطر؟ تشبيه بليغ، هتطلعي البابا شاعره. اتبط بقى اتبط، بهدلت الواد اكتر ما هو متبهدل. حرام عليك يا عادل، ده عنده ازمه، ازمه الرجوع للطفوله. هو اساسا ما خرجش من الطفوله عشان يرجع لها. الواد ما عاش طفولته يا عادل، طلع على شغل شغل شغل، فجاه لقى عيال وجيمز وكمبيوتر. كان لازم تحصل له ازمه ويدمن الحاجه دي ويفضل قاعد جنبها على طول. فتش في الماضي يا عادل. انا لو فتشته ممكن الاقي الخمسة جنيه وساعتها بقى مش هسيبه. ركز يا عادل، الماضي الماضي، فتش فيه وعالجه. المهم يرجع. يا ترى هو فين؟ انا عارف ممكن الاقيه فين. هو مدبولي هارد ومش هسيبك يا مدبولي. بو انت بتغرق، فكيت الحبل ازاي يالا؟ زي ما سبايدر مان لما فك خيوط العنكبوت من على نفسه. واخد العنكبوت قدوه ليك يا معفن، يا معفن بعد كده هلاقيك ماشي على السقف. ما تهدى ما تهدى يا عادل، اهدى. ماشي اديني هديت اهو، حاضر. خليك معايا. رمزي انت بتروح السايبر عشان تلعب؟ لا، علشان اقابل ميدو ومودي وبيبو صحابي. طب انت مش ملاحظ ان هم اصغر منك بكتير؟ بس احنا تفكيرنا متقارب وهم بيحبوني وانا بيحبهم اول نقطة. تفكير يا ابو تفكير، بيضحكوا عليك وبياخدوا منك فلوس يا اهبل. الراجل ده وحش، الراجل ده وحش. رمزي انت عارف ان احنا كلنا بنحبك يا رمزي. ايه كلنا دي؟ اتكلمي عن نفسك بس. فين خمسة جنيه يلا؟ فين خمسة جنيه؟ طب وحياة ياسمين، وحياة ياسمين عندك، انت مش بتحب رمزي؟ مش قوي. يعني بتحبه؟ بيعمل غلطات كتير طول الوقت. بس والله هيبقى كويس وهيبقى زي الفل وهيسمع الكلام. صح يا رمزي؟ صح يا ماما. ماما ده تتمو يا واطي يا مغفل. سناء عشان نفسيته يا سناء. الست دي وحشه على فكره، الست دي وحشه. انتوا وحشين. انت كويس يا عم رمزي؟ انا الحمد لله يا ياسمينه كويس الحمد لله. اصلا انا كنت قلقانه عليك قوي قوي قوي. حبيبتي يا حبيبتي، تعالي يا ياسمينه يا حبيبتي. شفت شفت يا زفت، كلنا بنحبك ونموت فيك. ازاي يا ابني يا ابني؟ الكمبيوتر ده ليه استعمالات كتير قوي قوي غير الجيمز. ايوه، في وورد واكسل ممكن تكتب عليه من غير قلم. القلم ده بقى هو اللي هينزل على خلقتك دلوقتي. بابا خلاص يا عم رمزي، انا هعلمك. ايه ده؟ انت يا زغنطوطه يا كلبوزه تعلمي رمزي؟ رمزي؟ ايوه اعلم رمزي واعلم عشرة زيك. ايه ده؟ الست دي وحشة على فكرة. ياسمين يا حبيبتي، انكل رمزي خلاص خف وبقى كويس، ومن بكرة هيلعب جيمز مرة واحدة بس في الأسبوع. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي مرة واحدة في الأسبوع؟ وانت بتدفعي لي حاجة من جيبك أصلا؟ يا فاصلي يا إما رانيا. الست دي وحشة على فكرة. بصي يا رمزي، أنا ممكن أعلمك إزاي تدخل على النت، وياسمين هتعلمك وورد وإكسل، وكل يوم جمعة يا سيدي نقعد إحنا التلاتة مع بعض ونلعب جيمز. قشطة؟ قشطة يا نوجة. دولا دولا تيجي تلعب معانا بقى كل مره.
العب معاكم. يا ريت. ادوا اللي بقى. ماشي انا مش بتاع بقى بص ابعد عني ابعد عني ابعد عني. شفت قلتها كم مره؟ ثلاثه. عرفت تعد؟ ماشي. اوف الناس دي وحشه. نو صحيح انتوا كنتوا بتقولوا لي احنا بنحبك كلنا باين. ايوه بنحبك زي ما بنحب القرد اللي في جنينه الحيوانات. طب ما تجيبي موزه. اوعى ايه موزه دي. نقنق. طب ايه رايك يا ستي تبقوا تجيبوا الفصل بتاعكم وتيجوا تزوروني؟ اوعى.